مساكم الله بالخير. اليوم زايرين استوديو الأخبار بنتعرف أكثر على طبيعة عمل ضيفتنا صباح البدر. ان شاء الله صباح. الله يحييك وشكرا على الاستضافه. مشكوره انت على حضورك وانك استقبلتينا. ودي اعيش وياك تجربه تقديم الاخبار، ولكن ابي اسالك قبلها شلون الاستعداد والتحضير؟ اذا بنتكلم عن التحضير، فالتحضيرات تنقسم لقسمين. طبعا اكيد كلنا نعرف ان احنا لازم نهتم في المظهر اللي يناسب طبعا مذيع الاخبار، هذا اولا. بعدها ندش في التحضيرات اللي تتعلق بالنشرات. التحضيرات الاوليه اللي هي لازم الحضور قبل الوقت على الاقل بساعتين لقراءة النشرة والاطلاع على كافة تفاصيلها، وممكن يكون معنا ضيف في النشرة، ممكن آخر ثانية الخبر كله يتغير. فعشان كذي أن مذيع الأخبار مطالب أنه يكون متابع أول بأول لكافة تفاصيل الخبر أو مجمل الأخبار اللي راح تكون معاه في النشرة. نفس ما قلتي ذكرتي بعد أن شلون المظهر الخارجي، هل في ألوان معينة ما يصير تلبسونها؟ شنو من الأشياء أو المواصفات أو مثلاً كلغة جسد بعد أيضاً نبهتيني عليها لازم مذيع الأخبار يكون مهتم فيها، صحيح؟ صحيح كلامك. إذا بنتكلم عن الألوان، فيعني هذه الأمور أعتقد أن تكون نوعاً ما ترجع لذوق الشخص، ولكن إذا بنتكلم في المجمل فشيء طبيعي أن الألوان النهارية تختلف عن الألوان المسائية. يعني ما راح أطلع نشرة 9 الصبح لابسة أسود، يعني يمكن هذا الشيء يعطي انطباع للمشاهد أن لعل وعسى في خبر قد يكون محزن. وعلى لغة الجسد، إذا نتكلم مذيع الأخبار مو مطالب بلغة الجسد كثيرا. أوكي، يعني إحنا في الأخبار لو تلاحظين مذيع الأخبار عادة يقعد بهذه الطريقة، يعطي إيماء بسيط برأسه بشكل معين، ولغة الجسد ما تطلع خارج إطار الجسد. يعني ما حرك إيدي بزيادة يمين ويسار، لا، فقط في هذا النطاق بشكل يتناسب طبعا مع روح الخبر. يعني ما أقرأ مثلا خبر محزن وأنا أبتسم، ولا أقرأ مثلا خبر مفرح وأنا مثلا معطية انطباع أنه متضايق حزين او متضايق. وبعد في ناس، يعني معظم الناس ممكن تشوف ان يعتقدون ان مقدم الاخبار شيء سهل وبس قرايه، هل هالشيء صحيح؟ يعني يمكن الكل يجهل هذه المعلومه، انه هو يعني على عاتقه مسؤوليه كبيره. الوسائل الرسميه عليها مسؤوليه كبيره، فانا لين اطلع القي الخبر فانا قاعد اعطي هذا الخبر بشكل رسمي. المتلقي ينتظر مني التفاصيل الصحيحة والمؤكدة حول هذا الخبر، والخطأ غير مسموح. طبعا هذا ما يلغي انه ممكن زلة لسان، يعني بدلية ممكن تروح صح كذي بالغلط، هذه امور واردة يعني، وبالنهاية احنا بشر والخطأ وارد يعني. صحيح. وبعد اللي يسمع الاخبار ساعات يسمع نشرة اخبار ويسمع موجز، شنو الفرق بينهم؟ موجز الأخبار ممكن نعرض فيه الأخبار بشكل مثلا نقول تشويقي مثلا، بحيث أن المتلقي ينطر تفاصيل هذه الأخبار في النشرة. تحسين أن ممكن طبيعة عملك كمذيعة أخبار يأثر على جانب شخصي من حياتك؟ يعني هو يأثر إلى حد ما أكيد، ولكن يعني ما يلغي شخصيتك. أغلب الناس يعتقدون أن مذيع الأخبار دمه ثقيل، هذا أبداً مو صحيح. صح. يعني يمكن تلقين يعني مذيعي الأخبار يعني دمهم خفيف بشكل يمكن الناس ما تتخيله. لاحظنا آخر فترة إقبال الشباب أكثر على تقديم الأخبار.
صحيح، وطبعا وزارة الإعلام مشكورة لأنها دائما تسعى لاحتضان المواهب الشابة. وبدوري أكيد أشكر وزير الإعلام الأستاذ عبد الرحمن المطيري وكل مسؤولينا وكيل قطاع الأخبار الأستاذ سعود الخالدي على احتوائهم للشباب ودعمهم الدائم والمتواصل للشباب في وزارة الإعلام وتحديدا في قطاع الأخبار. كل الشكر صراحة لجميع الداعمين للشباب. وكل الشكر لك. وصلنا لنهاية فقرتنا اليوم وتجربتنا بتقديم الأخبار. نشوفكم على خير، مع السلامة.